هي معلم وصرح وحاضرة ومدينة للعلم، خالدة في ذاكرة الروس وحروف سطور مجدهم. جامعة موسكو الحكومية التي كان للعالم الروسي ميخائيل لومانوسوف شرف وضع حجر أساسها عام 1755 للميلاد، تمتد على مساحة 2,000,000 متر مربع، ويحتاج مرتادها سنوات لينقل أحداقه بين جميع مرافقها. وقد خرجت من الأدباء أنطوان تشيخوف ومن العلماء 8 من حاملي جائزة نوبل في الفيزياء. الجامعة العظمى وصلت أرض روسيا بسمائها بعد أن درس فيها فيتشيسلاف كيلاوش مؤسس برنامج الفضاء الروسي. وقد شارك مؤسسو كلية الطب فيها بالحرب ضد نابليون بونابرت عام 1812 وأنقذوا أرواح عشرات الجرحى. وعلى مساحة 1,000,000 متر مربع تضم الجامعة حاسوباً عملاقاً يعادل بقدراته العملية 50,000 حاسوب شخصي، كما بوسعه التنبؤ بأثار ذوبان ثلوج القطب الشمالي وانعكاس ذلك على الاقتصاد. جامعة كهذه لا نهاية لعطائها، لذا أسست مدرسة للأطفال العباقرة القادمين من جميع أنحاء روسيا لترسم خط العلم والأدب القويم لجيل قد يغير بعد تخرجه من الجامعة المعجزة الكثير من ملامح العالم.